نحن من حد ولا بيهمنا بالقوه راينا بس نتقرر تيجي عندنا بس احنا هنا اللي ابتدينا بدينا نعلب المجال في المدينه خليك معايا يا ابن اللذينه. الفرح كان فرق ورقاصة وعبارة عن نقطة ومغني يجي يغني وكده. دلوقتي اتغير خالص، الجي طلع. وغير كده كمان باور المزيكا عشان يدي دفعة للي بيرقص. بس برضو اهم حاجه تبقى الاغنيه مفهومه بتقول ايه، ما ينفعش نعمل اي حاجه في اي حته. اسمع مني حكايه ثوره انا من حالي المصريه، خلي كل الناس محتاره هي الثوره.